تصورت. زين، إصابة عبد المجيد أبو بكر اليوم مع الشرطة يمكن يعني ستؤثر بالأيام المقبلة بثقل هذا اللاعب المحترف. أكيد دوره مؤثر، مركزه مؤثر، بس أنا أشوف عبد الرزاق جاي يأدي. عبد الرزاق جاي يأدي يعني أداء يوازي عبد أبو بكر، وأعتقد أنا بين عبد الرزاق التمريرات الأمامية والمفتاحية أهم من أبو بكر. أبو بكر بالقطع عالي جدا، لكن بالتنظيم أعتقد عبد الرزاق وشكل الفريق يتغير من ينزل عبد الرزاق كهذا مركز ارتكاز. يتحسن الشرطة تمريراته دائما أعتقد يعني مو سلبية، مؤثرة جدا وما يخطأ هواي. عبد المجيد يقطع بس يخطأ، نشط بالملعب، تنظيمه مو ذاك التنظيم العالي، لكن هو ركيزه من ركائز. وهذه السنة عبد المجيد رجع لمستواه المعهود اللي شفناه بالفورمة بالسنوات السابقة؟ لا بعد، هو من ضمن الأسباب اللي هم مفاتيح الشرطة الموجودين بعدهم، يعني يراد لهم وقت، من ضمنهم هو أصابته، أصابة تدريسه، يعني هم يعني أكو لاعبين مؤثرين، وأعتقد يراد مثلا لاعبين يعني محترفين أعلى من الليفل هذا. أنت إذا تريد تقاتل على هواي جبهات يراد لك محترفين على ليفل عالي. تتحدث عن الشرطة؟ عن الشرطة اللي هو المفروض هسه تحدثنا أنه الشرطة أفضل فريق عنده محترفين على مستوى الدوري العراقي. نحن نتكلم على ليفل أعلى، أنت تحكي على بطولة يلعب بها الهلال والنصر والهذا على مستوى عالي، يحتاج لك محترفين على مستوى عالي مؤثرين جدا. على مستوى الدوري الشرطة الأفضل، بس صعب مستقر خلال فترة. صعب من يا ناحية؟ صعب من ناحية انه هسه فريق الهلال ترى ميزانيات دول طبعا، يعني ارقام خيالية.